بنوادر أجدادي حكاية لا تنسى أبدا أبدا. حكايات ضحكات وعظات هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما جرى. قصص حلوة خيالية مع أمثال شعبية في الحكم أحلى الحكم. الذئب والمرأة العجوز. حكايتنا تدور أحداثها في هذا المكان الجميل حيث يعيش الجميع في وئام وسلام وحيث يتوافر الطعام للجميع. ولكن لما يبدو السيد ذئب غير مسرور؟ كمان جائع. إذن السيد ذئب حزين لأنه جائع، وبالفعل فهو يبدو هزيلا شاحبا. يبدو أن سنجابا يسكن هنا. لا لا لا، لابد وأنه يحتفظ بطعامه هنا. ما هذا؟ أوراق يابسة. عجب. وفي الجوار كانت السناجب تأكل البندق غذاءها المفضل، وذلك لطبيعة أسنانها القوية. طعام. وما إن رأى الذئب السناجب وهي تأكل حتى اقترب منها. فزعت السناجب وهربت من أمام الذئب الجائع وراحت تركض يمينا وشمالا مرتبكة. طعام طعام، تعالوا تعالوا طعام. إليك بهذا. وتركت ذئب السناجب التي عرفت كيف تنجو بنفسها واتجه نحو البحيرة ليملأ بطنه بالماء، فنظر في الماء فإذا به يرى منظرا شهيا. ولكن الذئب الجائع سقط في عمق البحيرة، وبما أنه لا يعرف السباحة فقد راح يصرخ مستنجدا. العون العون. وأمسك الذئب بالصخرة لكنها انحدرت، وبما أنها ثقيلة فقد غاصت في الماء فغاص معها. ونجا الذئب أخيرا بعد أن أمسك بجذع الشجرة وبعد أن أنهكه التعب والجوع. في هذا الحقل القريب الذي كان يحيط بهذا البيت الجميل كانت هناك امرأة عجوز مع حفيدها الطفل الصغير. حبيبي لابد وأنك جائع، بكاؤك يبرهن على ذلك. فالأطفال مثلك لا يكذبون. اصبر يا حبيبي، اصبر قليلا وكن ولدا طيبا. يوم سيء، لا طعام ولا غذاء، أكاد أموت من الجوع. ما تلك السلة؟ فهمت، لابد وأنها تحتوي على طعام هذه المرأة. الطعام الذي فيها يتحرك.
هذا رائع. الإنسان يعلم جيدا ماذا يأكل. تمام، يبدو رائعا. يا ولدي، الآن وأنا على وشك الانتهاء أنا تنتظر يا ولدي. لا تبكي، لا تبكي يا عزيزي، فأنا مشغولة الآن. دعك جدتك تعمل في الحقل يا شاطر. الآن حسن، هيا هيا بنا نعود إلى البيت لنأكل، وإن لم تكف عن البكاء أرميك للذئاب الجائعة. هيا سنعود إلى البيت. وما إن سمع الذئب الجائع كلام الجدة حتى صدق كلامها، فلحق بها وبحفيدها وهو يأمل بأن تلقي العجوز بالطفل إليه. أيها الذئب، أسرع إلى هنا، فلدينا طفل يبكي كثيرا ولا نريده هنا. يوجد طفل لن يكف عن البكاء. هيا خذ حليبك. آسفة إذ أبكيتك يا حفيدي. شاطر، والآن اشرب ولدن شاطر. وكانت كلمات الجدة وهي تهدد حفيدها تشجع الذئب الجائع وتطمئنه بأن الفرصة قد حانت للحصول على ما يريده. سأتحلى بالصبر. وصبر الذئب الجائع بعد أن اطمأن إلى كلام الجدة، وجلس تحت نافذة البيت يترقب الفرصة المناسبة بينما استسلمت الجدة للنوم مع حفيدها. ومع انتظاره الطويل نام الذئب هو الآخر. ومن تحت الأرض خرج خلد صغير، والخلد حيوان يعيش تحت الأرض ويرى بصعوبة، لكن ذئبنا الجائع لم يهتم لوجوده. ومن الخلف جاء ذئب آخر يدعى الذئب العجوز. خسارة، هرب الخلد. وأنت أيها الذئب لما لم تحاول الوصول إليه والخلد كان أمام عينيك؟ لا حاجة لي بخلد مثله، فأنا أنتظر شيئا أفضل. تنتظر شيئا أفضل من الخلد؟ أجل، إنه أبيض طري وسمين ويتحرك. ولكن من سيعطيك مثل ذلك؟ المرأة التي في المنزل. المرأة العجوز التي هنا؟ حسن، افعل ما تشاء، لكن إن أعطتك المرأة العجوز ما تريد كان حظك جيدا، وإن لم تعطك فستصبح ذئبا مجنونا. وترك الذئب العجوز ذئبنا الجائع في مكانه بانتظار المرأة وما ستعطيه من طعام. حان وقت تقديمها الطعام لي، إلى متى الانتظار؟ وفيما هو على هذه الحال إذا بالطفل يبكي فيوقظ الجدة. كنت أنام يا عزيزي. هي قادمة. الشباك ليس مقفلا وأترك الطفل وحيدا. أنا جدة سيئة. الآن سأغير حفاظتك وسترتاح بعدها يا شاطر. نم هذه الليلة مع الجدة، إذ يجب أن نحذر الذئب الشرير. عندما تصحو غدا يكون والداك قد عادا. ما أجمل القمر، ترى أيهما أكثر استدارة، خدود طفلي أم القمر؟ والآن هيا إلى السرير، فإن أتى ذئب أثناء نومك تتولى الجدة أمره. فلا تخف. وصدق الذئب بأن الجدة ستبعده إلى الأبد، فابتعد خوفا وهو يتخيل ماذا ستفعل به. ها؟
نمت الحمد لله. أخيرا لنذهب إلى غرفة الجدة وننام معا. وهكذا ابتعد الذئب الشائع بعد أن تأكد أن الجدة لن تلقي بحفيدها إلى الذئاب كما كان يتوقع، وعاد إلى غابته خائبا وحزينا. له من ذئب أحمق، هل من المعقول أن نتخلى عن أبنائنا؟ ذئب أحمق جدا، أليس كذلك؟ بل كانت العجوز أذكى منه بكثير. لكن الأمهات والآباء يرددون الكلام نفسه دائما. يقولون أحيانا سنعطيك إلى الذئب، أو لا أريدك بعد الآن، أو اذهب من هنا. يقولون لنا أشياء فظيعة لكنها كلام فقط. أنا أصدقها. أنا لا أصدقها، فمن يصدق أن والدي سيلقيان بي بعيدا؟ وأنا كذلك لا أصدق كلامك هذا. إنهم يحبوننا. من ينادي؟ أنا حاضر بنوادر أجدادي، حكاية تنسى أبدا أبدا، حكايات ضحكات وعظات، هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما جرى. قصص